احنا عندنا في الطب يعني النبوي او الطب الاسلامي او الحجامه الرطبه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: شربه عسل، وشرطه محجم، وكيه نار. فالتشريط هو الاساس. هذا الفرق بين الحجامه، لما نقول احنا الحجامه الاسلاميه او النبويه والحجامه الصينيه، الاصل والاساس هي الحجامه الدمويه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قبل اطلع هذا المقطع، الصين والهند والإغريق واليونان لهم مفاهيم ومعتقدات دينية في العلاجات. يعني على سبيل المثال في الصين وشرق آسيا، إذا بيروح يتعالج لازم عنده معتقد يطلب، يسجد لبوذا ويطلب المعونة منه عشان يعالج أو يتعالج. استخراج الدم السطحي اللي خد كفايته، يعني كريات الدم لها عمر معين. فالحجامة يعني سر الحجامة لن يكتشف. أنا أقول لن تكتشف سر الحجامة إلى قيام الساعة. يطلع دم هذه الكريات أو غير الكريات، هذه بما يسمى الأخلاط، يعني يطلع دم بسيط وتغير منظومة بني آدم. أنت لا أكلت حاجة ولا شربت حاجة ولا دهنت بحاجة، بس تشريط بسيط، خروج دم قليل، تغيرت منظومة بني آدم. إن كان صداع، إن كان خمول، إن كان تعب. حتى طيب الحجامة تنفع للأمراض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الحجم شفاء. شفاء لمن؟ لجميع الأمراض الموجودة على وجه الأرض. طب الحديث نوعين: المرض العضوي والمرض النفسي. إحنا عندنا ثلاثة أنواع. مدرستي اللي أنا أسير عليها في الحجامة قد يخالفني البعض. المرض العضوي أعضائك أنت يا بني آدم، المرض النفسي القلق والاكتئاب والهم والغم والحزن والوسواس، هذه كلها أمور نفسية. والمرض الروحي يغفل عنه بعض الأطباء وبعض أهل الدين إلا ما رحم الله منهم، بسبب العين والحسد والسحر، لأن هذه تسوي أمراض نفسية وأمراض عضوية. يعني تروح المستشفى يقول لهم راسي عبرني، أنت سليم؟ لا، حتى بندر أنت طبيا سليم يا دكتور، كل يوم ما تعبانة. يحولك على المرض الطبيب النفسي. طيب أنت جايين أنت مو طبيب نفسي، يوقف دورنا. أنا أخذ الثلاثة هذه أقول له اقرأ القرآن، وهي الرقية من أمور العلاجية أيضا. فهذه الحجامة تنفع للأمراض العضوية، الأمراض النفسية، الأمراض الروحية.